بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفني فيها كاتب صحفي كبير الناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا بيك أستاذ محمد، وعام هجري سعيد يا رب على كل العالم وعلى العالم الإسلامي وعلى أشقائنا ونصفنا الآخر المسيحي وهذا الوطن. كل سنة حضرتك طيب، وكل سنة والشعب المصري والأمة الإسلامية وجماهير النادي الأهلي يا رب بخير، ودايما أعيادنا كلها وأيامنا كلها أعياد ومناسبات سعيدة يا رب بإذن رب. الله. طيب، الفترة الأخيرة خلال الساعات الماضية في أحداث كتيرة جدا، ودايما الكرة المصرية يمكن الكلمة دي أساسية في كل جملة بقولها، الكواليس وما خلف الكواليس والأحداث ما بتخلص، ودايما في حكايات في الكرة المصرية. آخر الأحداث القرارات اللي صدرت بالأمس بخصوص اتحاد كرة القدم، النتائج أو القرارات المتخذة بخصوص اللجان القادمة أو الأفكار القادمة بالنسبة للمجلس المؤقت، دورة الألعاب الإفريقية أيضا كمان فيها نتائج متميزة صحيح لأبطالنا في هذه البطولة بتقام في المغرب أو تحديدا في العاصمة الرباط، فبالتالي في أحداث كتيرة. تحب نبدأ بدورة الألعاب الإفريقية ولا نبدأ باتحاد الكورة وبعد كده النادي الأهلي؟ زي ما حضرتك مجهز تحت أمر. طيب نبدأ الأول باتحاد الكورة. المجلس بالأمس اتخذ عدة قرارات، منها قرارات فنية فيما يتعلق بلجنة الحكام، ومنها قرارات أخرى متعلقة بالمنتخبات في الفترة الجاية، وأمر متعلق بتقنية الفيديو وتقنية الفار في المستقبل. شايف القرارات واتجاهاتها وبدايتها في ظل إن ده الجلسة الثانية للمجلس المؤقت بعد تعيينه منذ أقل من شهر. شوف، إحنا اتفقنا إنه ما أسهل التطوير وما أسهل التحول نحو ما تستحقه المحروسة العظيمة دي من إمكانية أن تكون في مصاف الدول تمام العظمى كرويا، فإن لم يكن عالميا فعلى الأقل يعني قاريا وإقليميا. وبالتالي ما كنا نتمناه وما كنا نحلم به وما تحدثنا عنه وما أكد البعض أن يقولك أنتوا بتنظروا، لا هم اللي بيهزروا، بمعنى أنه إحنا قلنا أنه حين تنشد التطوير فعليك أن تلحق بركاب المطورين المتطورين في نفس الوقت. وبالتالي لا أعرف لماذا ابتعدت فكرة أن يأتي كونسولات أو كونسولتو يعني بالمعنى الدارج للتحكيم المصري، وأن يكون هناك كولينا يعني بوساكا أو من هم في هذا الكاتيجوري علشان يقود التحكيم المصري لمدة عام. لا عيب أبدا فيما يعني أحاول أن أنقله للجمهور اللي بيتابعنا، ومن ثم يأتي بقى رئيس لجنة يبقى اسمه سمير عثمان، اسمه الغندور أو أي غندور آخر. لكن البداية كانت هي حلمنا، إرادة الدولة حين تحدد مع السيد الرئيس في اجتماع عاجل وهام جدا حين فازت مصر بأن تنقذ بطولة أمم أفريقيا الكان 2019، وما قاله السيد الرئيس عن وجود مصر زي ما قلت لحضرتك على أو في طابور الدول المتقدمة مش شبهها، بمعنى إن احنا كان لازم ناخد ده وينقل، خاصة أن الفيفا أقر بأن للدولة المصرية إرادة يجب أن تحترم، إرادة في التحول نحو تقدم كروي، إرادة في التحول نحو أن نكون مثلنا مثل ألمانيا في أوروبا، مش لمجرد التغيير على ده. مش لمجرد التغيير فتأتي أسماء بديلة الأسماء مكان أسماء أخرى وهذا هو مربط كل فرس، مش الفرس بس كل فرس. وبالتالي كنا نود لو سمعنا أن من سيدير لجنة الحكام هو إدارجي محترف، مش بالضرورة حكم سابق، لأنه يبقى عنده مستشارية أو كونسولات أو كونسولتو بالمعنى الدارج من الحكام المصري منهم والعالمي أيضا، وبالتالي يستطيع أن يكون رجل أدارجي زي ما بنسمع عن إنفنتينو هذا المحامي الذي يقود كرة القدم العالمية. حقيقي. ليه؟ لأنه عنده في كل لجنة فنيين محترفين ومتخصصين، وكمان لا يوجد أحد يتحدث عن صيغ من نوع اسمها إيه اللي هي ببلاش دي، إن أنا متطوع إن أنا، حتى اللي بيقعدوا على البورد لهم مخصصات، احنا ليه بنداري ده؟ يعني يقولك الحمد لله انا مش عايز منها حاجه، لا يا عم احنا عاوزينك، عاوز منها حاجه، احنا عاوزينك حين تمثل مصر تركب بالطيارات من قدام فيرست كلاس او زي ما بيسموها يعني المقاعد الوثيره لانك تمثل مصر، عايزين يبقى ليك مخصصات لما تيجي اتحاد الكوره الشاي والقهوه والساندويتش وكل ده على حسابك، عشان كده بره بيسموها مخصصات، عشان لو عايز تاخد عصام ومحمد اصدقائك معاك ماتش بتفصح لهم عن رغبتك في ان اسرتك عايزه تيجي معاك، بدل بقى ما تلاقي لها
مسلك، لا هو بيدي لك مخصصات في صورة تذاكر وتنقلات وأيضا ما يسمى بمصروف يد. الفيفا والكاف والاتحاد الآسيوي كل الاتحادات المطورة عندها هذه الأمور، وبالتالي حين تدرك هذا على طول كنت هتنهي على لجنة المسابقات حتى لا يدعي أحد أنه بيفتكس افتكاسة عظمى يعني. فيأتي أيضا على رأسه رجل يجيد فن التعامل مع الأجندة الدولية ومع ما يسمى بمواعيد الدوري والكأس والبطولات ترحيلا بمباريات المنتخبات، ومن ثم معه كونسولات أيضا أو كونسولتو، خلينا نشرحها تاني وتالت مع كل لجنة، يأتي ليدير هذا الأمر ويتعلم منه قادمين جدد إزاي هم يبقوا ده، إزاي هم اللي في بعض البلدان التي تنشد التطوير في قارتنا أو في واقعنا العربي يبقوا ياخدوا من عندك بقى إيه دلائل الخيرات في المحترفين والحاجات. طيب. تنقل من المسابقات تروح على طول على شؤون اللاعبين بنفس الحكاية، ناس محترفة تقبض ثمن عملها إلى مدير فني للاتحاد إلى ما يمكن أن يسمى ده رأس المنظومة فنية. خش بقى على من يدير الدوري فهو رابطة، خش بقى على سلسلة أن يكون لديك أندية محترفة حقيقية لها دخل محدد ولها ميزانيات معلنة، واللي معهوش ما يلزموش، وانت بتحط الدوري تقول للأندية الكبرى هتروح وترجع في 4 أيام، تروح بقى بطيارة خاصة، تروح بالقطر، تروح باي، تطلب بقى موتوسيكل، عجلة، زي ما انت عايز، لكن حضرتك لازم ترجع لي في الأيام دي. والدليل ان الاحتراف بيقول انه يقدر يمول الرحلة من مكاسبه في بطولة أفريقيا أو في ما يسمى الرعاة والمعلنين وكذا، لأنه بره من غير المسموح، مش من غير المنطقي، وفي أرقام مجهولة، مش بس كده، ولا أن يكون ليست لديك ميزانية الموسم المقبل، هي محطوطة بأرقامها في البنوك، ومحدش يقول لك احنا مستنيين على دي شويه، لا هكذا يتم التغيير. روح بقى من ده على طول على واقع تاني اكثر اهميه واكثر ادراك واكثر خطوره، وهو ان تكون الكره شعبيه، بمعنى ان هناك الماده 18 يجب تفعيلها، ان هناك انديه طبعا يجب ان يتم دمجها مع الشعبي والمؤسسي اللي انقذ الدوري في فتره من الفترات، يلعب حتى الناشئين ويدير منشاته لصالح المناطق اللي هي فيها وكانها انديه جديده للشعب ثم لفرق ناشئه فقط. الفريق الاول عند الانديه الشعبيه اللي بيبيع تذكره للماتش وبيبيع ما يسمى بالسوفينير وكذا مواضيع. هنا يبقى كده انت بدات النقله الاحترافيه الحقيقية. الفار لما تسمع ما أعلن أنه 18 مليون عيب قوي لما الكرة المصرية بس دي 18 مليون، دي الأدوات، هي 18 مليون مش تكلفة الفار، الأدوات دي الأدوات اللي يتعاقد فيها اتحاد الكورة مع الشركة اللي هتجيب الأدوات اللي تشتغل بها طول البطولة، ماشي، لكن كل التكلفة ده تسد الكورة. التكلفة لأن أنا جات لي معلومة، الميزانية المقدرة من لجنة الحكام خلال الأيام السابقة لما طرحتها للواء ثروت سويلم أيام ما كان موجود مدير تنفيذي، التكلفة الإجمالية لتطبيق التقنية على مدار موسم 121 مليون و400 ألف جنيه. والكرة ما تجيبش الكلام ده على مسؤولية كذا بند على مسؤولية العبد لله في أول موسم احتراف حقيقي بالضوابط اللي قلت لحضرتك عليها، بأن لا يكون هناك أندية ما عندهاش جمهور ولا أندية ما عندهاش مبيعات وموجودة وأندية ما عندهاش رخص احتراف وموجودة، على مسؤوليتي أول بيعة لهذا الدوري دون منع عن فرجة المصريين كمان، يعني هتستطيع أن تسوق تلفزيونيا والناس كلها تشوف ببضعة جنيهات، بضعة جنيهات، ما قلناش مئات، مش مئات، جنيهات، كويس، اللفظ واضح، عارف هتروح فين؟ هتروح على 5 مليار جنيه. أول بيع للدوري، يعني بنتكلم في يعمل فار ولا ما يعملش فار؟ يعمل 10 فار في يا أخي دولي. يسمعونا ويحققوا معانا، يا إما يعني يصدقونا يا إما يعني طيب يحكمونا على طيب فكرة نبدأ على فكرة نبدأ يعني تمام. طيب نبدأ بالقرارات اللي اتخذت امبارح، حضرتك اتكلمت في الشكل الإجمالي اللي المفروض يحصل في البداية عشان نبدأ نتكلم إن فعلا بدأ في تطوير. طيب نبدأ باللجان، لجنة شؤون اللاعبين موجودة زي ما هي بالمدير التنفيذي أو القائم بعمل المدير التنفيذي، هو اللي بيدير اللجنة الكابتن وليد العطار، وهو راجل ريخي خبرة في الملف ده من زمان فعلا طبعا. طيب لجنة المسابقات أنا فوجئت امبارح مفيش أي قرار صادر بخصوص اللجنة، مين هيتولى اللجنة؟ ربنا يتولاه ربنا يتولانا جميعا. طيب المفروض اللجنه دي المفروض بتشتغل دلوقتي عشان تحضر جدول لموسم كامل، محدش يعرف اصلا الدوري كمان هيبدا امتى، مباراه السوبر مكانها ويعني ميعادها امتى، لجنه المسابقات مين هيكون مسؤول عنها ومين اعضاء اللجنه، مش هيبقى شخص واحد اكيد، لجنه محترفه مؤكد. وفوجئنا ان القرار رايح في اتجاه لجنه الحكام،
رغم ان لجنه الحكام اصلا كانت موجوده او اتعدلت وبدات تشتغل اصلا في فترات اعداد وتغيير خلال الايام الاخيره، وعملت كذا اختبار لياقه بدنيه لحكام في محافظات كتيره، ابتدى يبقى في شغل على ارض الواقع للجنه في الايام الاخيره، لكن فوجئنا بالتعديل في اللجنه. ايه الاسباب يا استاذ عصام في مساله تعديل لجنه الحكام ولجنه المسابقات؟ ليه ما اتشكلتش او مين هيكون مسؤول عنها؟ ما هو ده السر الذي يجب ان يكون معلن، بمعنى انا قلت لحضرتك امتلكت الدوله الايران وخاطبت المؤسسه العظمى الامم المتحده الكرويه اللي هو الفيفا وطلبت منه ان يحترم اراده الدولة المصرية قيادة وشعبا أو حكومة وشعبا، خاصة أنه بقى على يقين أنه ما هياش الدولة كما عهود سابقة جاية تلعب كورة وجاية تخش في الفنيات وكل واحد عايز ده مدرب وعايز ده. يا أخي هناك مدربين معهم تفرغ من وظيفة عامة، يعني يا جماعة ده كلام يا جماعة مش ممكن يعني، ولاعبين لازالوا مدرجين في قوائم امتحانات ولسه عندهم خدمة عامة. بالمناسبة وقلتها مع حضرتك وفي كل حتة بروحها، في 8 دول على الأقل في أوروبا عندهم خدمة عامة، لا يمضي اللاعب يوقع يعني محترفا إلا بعد أداء الخدمة العامة اللي هي الخدمة الوطنية. دول في أوروبا كده، وبالتالي أنت تحتاج لنقل سيستم. يعني كنت أود أن أنا أسمع كلام مختلف عن ده، لأنه في الآخر سمير زي جمال أنا آسف يعني زي الكل، ما هو الجديد؟ لا بس كان في نقطة مهمة، فكرة ان احنا ندي المسؤولية لكابتن سمير عثمان، ده عنصر شاب، وبنرجع اللي احنا بنحط كوادر في التحكيم وبنستغل اللي احنا بنحط كابتن سمير عثمان، فبنستغل اللي احنا عندنا مثلا 20 سنة قدام كان دايما موجود في اللجنة كابتن جمال الغندور، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن احمد الشناوي. فكابتن سمير كان عنصر شاب زي كابتن ياسر عبد الرؤوف زي كابتن فهيم عمر. كابتن سمير عثمان انحاز اليه تقديرا لفكره المرحله العمريه اللي حضرتك قلته ده، وان يكون وده توجه الدوله وأن يكون كمان. ما انا بقول لك لكن توجهه هو بقى يعني عندما تحدثت معه مش عايز يقول حاجه، مش عاوز يطلع يسكت اللي بيتكلم في اللي ملوش فيه من ناحيه ايه في اي ردود، مش عايز يطلع بالتطوير، عاوز يبحث الاول عن الورق اللي تحت الادراج اللي فوق الدواليب. كان يجب ان يخرج ليؤكد ان هذا الموسم او على الاقل هذا الاسبوع اللي هو قاعد وضامن انه موجود فيه يحتاج الى ان يحدد حكام بانهم يديروا المباريات المقبله، وان يؤكد ان كل المباريات الكبرى سيكون فيها طواقم اجنبيه. خلاص غلب حمارنا مع التحكيم، مش ممكن. هيحدد ده ازاي ولسه بيعمل اختبارات لياقه بدنيه للحكام ولسه هو ده وقت اختبارات ينجح ويفشل؟ ده فتره اعداد يا استاذ عصام، هو ده وقت اختبارات؟ دي فتره اعداد. راجل اسمه جهاد جريشه الان علمنا كيف كان يعود مبكرا من البطولات رغم انه مونديالي و لانه مش ظابط بوصلته، بيسمعه بما لا يمكن ان يكون في عالم الكره، بيسمعه بحوار مع الاداريين وزعيق مع اللاعبين وهم يجيبوا اللعيبه كانهم يعني اصحاب سلطه زي بتاعت عتريس والدهاشنه. تعال هنا ايه يا عم ده؟ هو انت لا تعمل ده، لا تسكت على الزق والشد وان انت يتم الاستهانه بيك. ها ده اللي كان نفسي سمير عثمان يعمله بدون القاب، كان نفسي يخرج ليعلن انه اما ان يكتب شهاده ميلاد جديده هو او من خلفه للتحكيم، او يبقى حطه على الاجهزه وهو ميت اكلينيكيا ميت اكلينيكيا. وبالتالي لا هذا ولا ذاك قدروا يروحوا على طموحنا بقى. طموحنا هو الجديد. ما هو ما فيش حد بيلحق الا من اللحظه الاولى بعد اذنك يعني. لكن ما تقوليش لو قعدوني هعمل، اعمل عارف زي الدنيا يقول لك اعمل لاخرتك كانك تموت غدا واعمل لدنيتك كانك تعيش ابدا. الكره بنت الجنيه دي كده، اشتغل من دي وان، اشتغل من اول ساعه. وبرضه كان موقف غريب الا يلتقي يعني رئيس اللجنه مع رئيس لجنه الحكام القابع في الدور الثالث الى ان تم تغييره يعني، وكان دي حاجه مهمشه. طرحت سؤال يمكن هنا عقب مباراه للاهلي، هنا اكيد من الذي عين جهاد جريش؟ فلم يجب. مش كده برضو ولا انا ناسي؟ حتى هذه اللحظه ما فيش تصريح رسمي. ما حدش جاوب. لكن الشفافيه بس اللجنه هي اللي اختارت. ما هو كابتن سمير قال انا ما اعرفش. كابتن سمير ما خرجش بتصريحات رسميه وقال ما اعرفش. ما انا بقول لك اهو. طب سمعت بقى اي حاجه رسميه؟ ما فيش حاجه رسميه، انا بتكلم على صوت وصوره. يبقى ده اسمه زن زنانات شغاله. شفت حكم معاه ادوات بس من اختيار رزاز اختيار متلاشي. اختيار جهاد جريشه جاء نتيجه ان في اكتر من حكم تم ايقافه قبل المباراه نتيجه موقف غير احترافي، ان هم فكروا او كانوا هيديروا مباراه وديه او ادوار مباراه وديه بالفعل لاحد الانديه،
دون الرجوع للجنة، فمنطقة الحكام لجنة الحكام في منطقة القاهرة هي اللي اتخذت قرار ضدهم، ابرزهم محمد الصباحي وامين عمر. عارف هنعمل ايه؟ هقول لك اسامي. عارف هنعمل ايه؟ فبالتالي كان الاختيار لجهاد جريشه، لان اكتر من حكم كان جاهز للمباراه تم استبعاده وتم ايقافه. عارف هنعمل ايه؟ وانت مغمض تستدعي طاقم فورا. منين؟ من اي دوله تعجبك. اجنبي؟ اجنبي عربي يعني عادي مش جدا. مش دور اللجنه. امال دور مين؟ انا برضو انا موجود اللي موجود بقول لك وجهه النظر الثانيه. اللي جاي يغير، اللي جاي يغير مش هيستنى ادواره، يرفع سماعه التليفون على حد وهيكلم الثاني. عمر لجنه الحكام في تاريخها اصلا ما كانت هي اللي بتقول حكم اجنبي ولا حكم مصري. هو أني تاريخ طيب؟ أني تاريخ؟ على مدار التاريخ يا اما طلب الاتحاد يا اما طلب الانديه. التاريخ ده حاجه كويسه ولا جزء منه اهدرناه فلم نتقدم؟ طب مبقين عليه ليه؟ يا اخي اللي جاي جديد لازم ليه صيحه، لازم ليه طله. ما احنا مش بتكلم عن سمير عثمان، انا بكلمك عن بتكلم بشكل عام. ايوه عشان ما نزنقش الراجل. لا احنا مش بنتكلم على شخص. اللي كان لدينا طموح على الاقل هو رجل يعني يجيد التعامل كمحترف في عمله الخاص. انا كان عاجبني فكره الكوادر الجديده ده اللي انا بقوله لحضرتك، لكن اهدر معظم الوقت في ترتيبات ما كانش هي خط البدايه على الاقل من وجهه نظري كراصد كمحلل. لا كان لازم يبقى ايس السيد من اول لحظه يفرض كلمه التحكيم، مش هقول بقى كلمته عشان ما عادش يقول لك يا عم هو جاي لا يفرض كلمه التحكيم، كل اللي بيقوله في اعداداته الخاصه يطبقه، مش هو بس. وانا وانت كاعلاميين واحنا قاعدين بنقول ايه يا سلام لو اللقاءات في التلفزيون تبقى كذا، اول حاجه نعملها لما نخش الاستوديو نعمل ده نبدا بيه. اكيد هم كحكام هم بيقعدوا يقول لك والله لو انا رئيس لجنه الحكام هشيل فلان وعلان، وانت عارف كده يا استاذ محمد صح ولا لا؟ يا اخي بقى اول ما تيجي مسؤول تشيلهم، لا تهادن واخد بالك، او تركنهم او تريحهم او توضبهم، شوف لك مصطلح منهم يعجبك او يليق على الحاله او يعالج الحاله. وبالتالي محتاجين نقول ايه، امرنا لله اسبوع كمان ولا حاجه لغايه اجتماع مقبل، لان كده الحكايه الحقيقه صعبه شويه. حتى الانحيازات لاسماء يعني بالنسبه لتدريب المنتخب راح في سكه برضه مش بمنطق انا اسف عالمي. طيب مش بمقاييس دوليه، بمعنى ان تنحاز انت لهذا وانحاز انا لذاك. طيب دي ليها سؤال تاني، بس لجنه المسابقات بقى، لان سالتك على الحكام والمسابقات، فين المسابقات؟ مين لجنه؟ ليه ما تشكلتش اللجنه؟ طيب ما ده اللي انا بقول لحضرتك، يمكن عشان ما فيش مسابقات. ده في دوري المفروض خلاص اقل من اسبوعين ثلاثه. انا بقول لحضرتك فمين بقى المسابقات؟ هل سياتي فعلا زي ما قال السيد عمرو الجنايني وفد من اسبانيا للاطلاع، او احلنا اوراقه زي ما بنحل اوراق للمفتي كده في المحاكم، احلنا اوراق المسابقات مثلا لجهات فتوى في اسبانيا او غيرها؟ هل تتوقع ان يكون في شخص من خارج مصر يتولى الملف ده كناحيه احترافيه؟ كان اولى الحكام الحقيقه. هو لو الاثنين كانوا يبقى ممتازين، انا ده اللي بقوله لو الاثنين كانوا يبقوا ممتازين، ده اللي بقوله لحضرتك عشان الناس تيجي تحط السيستم. ان انا مش شايف تعديل جوهري في فكره كابتن سمير او كابتن جمال او سين او صاد. انا كان الاهم هو ملء فراغ فكره المدير التنفيذي، او حتى حين وكلها لوليد العطار، وانا شايف انه راجل شاطر، لكن مش من الكياسه ان الشاطر اشيله مهمتين. شؤون اللاعبين كمان مهمه صغيره. وبعدين شؤون اللاعبين والقيد، وهي ايام قيد بالمناسبه. ومع ذلك خلينا نقول كان لازم يبقى بيسمى المدير التنفيذي، والجزء الاهم كان لازم في نفس تلك اللحظه يكون بيعلن عن المدير الفني للاتحاد. اللي هو الوقت كان يبقى اكتر واحد بيتكلم عن المدير الفني القادم للمنتخب. صح ولا لا؟ مظبوط. عندك معلومه في الجزئيه دي يا استاذ عصام، مين مدير فني الاتحاد او مين هيبقى مدير فني المنتخب؟ حسب الضغوط. انت بينما يعني البعض يريد ان يؤكد ان حسن شحاته هو الامل باعتباره صاحب تجربه، وكان التاريخ يجب ان يعيد نفسه، حتى يعني من الصعب ان انت تهدر قامه وهامه زي الكابتن حسن شحاته، بدل ما يبقى هو يعني شيخ مشايخ الطرق الكرويه في مصر، عايز تعرضه لمهمه انه يبقى المدير الفني لمنتخب مصر. طب اعمله خليط انه يكون هو شيخ مشايخ الكره في محل خبير للاتحاد، مستشار للاتحاد، مدير فني للاتحاد، وهي مهمه تليق بتاريخه وبكامل خبراته. صحيح. على ان يبدا هو رفع النقاب عن مجموعه من المدربين تختار بقى بالمسطره اللي طول عمرنا بنسمع عنها دي ولا حدش بينفذها بالمعايير الدوليه، انما هناك تاجيل القرار وتاجيل التفكير لجلسه ثانيه نتاج ضغوط، لانه ناس بتضغط لإيهاب، وناس بتضغط لحسام، وناس بتضغط للكابتن حسن، وناس بتضغط للكابتن علي. انا بقول لك ما يرضي يعني على الاقل ضميري يعني. وبالتالي هذا ما استعيبه، وهذا ما
يعني أرجو أن السيد الوزير ينتبه له أنها جاءت الفرصة أن التدخل الحكومي بقى فرض إرادة لكرة قدم محترفة، وقبل كل ده أمن قومي، الرياضة أمن قومي، ومن ثم هي فرصة للتعديل والتبديل. لما تقول لهم مصر عايزة تبقى زي ألمانيا في أوروبا، والله ما كلام هزار، ما هي مصر في أفريقيا هي ألمانيا في أوروبا يا جماعة، اسألوا الأفارقة واسألوا الوطن العربي، لكن نحن نهدر كل الفرص كويس. لكن هذه المرة قد لا تكون الصورة سوداء، لكنها لم تكشف بعد عن ألوانها أو أبعادها حتى. فخلينا نشوف. الأستاذ إبراهيم نصر الجميل كان بيقول لك ما تيجي نشوف. فخلينا ما نيجي نشوف. طيب أنا حزين لأن كان عندنا أجندة دولية في أول سبتمبر، كل المنتخبات الإفريقية هتلعب في الأجندة الدولية. عندنا مثلا في النادي الأهلي وليد أزارو مستدعى من المنتخب المغربي، موجود معهم في مباراتين هيتلعبوا في أول أسبوع من سبتمبر. حزني مش مباريات ودية وخلاص أو هنلعب معسكر وخلاص، لا، الفكرة دي مباريات هتفرق معانا في التصنيف، ومصر حاليا بعد أول خمس مراكز في التصنيف الدولي، وده هيأثر علينا في تصفيات كأس العالم، وإحنا بنتحط كرؤوس مجموعات أو إحنا بنتحط في مرحلة البلاي أوف لو ما دخلناش في أول خمس منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا في الاتحاد الافريقي. فبالتالي فكره ان في مباراه وديه واجنده دوليه لازم نستغلها ولازم نلعب ولازم نكسب عشان نحسن التصنيف، وكل ما بتحسن تصنيفك بتفرق معاك في قيمه المباراه اللي هتلعبها مع المنافس، فبتساهم في صعودك وتاهلك لكاس العالم. ففكره ان تاجيل مدير فني المنتخب للفتره الجايه دون الوضع في الاعتبار ان في اجنده دوليه وفي مش تصنيف، يمكن اللي عايز يجيب المدرب مش عايزه يتعرض لفكره يكسب ولا يخسر. ما انت ممكن تلعب مباريات وديه مع فرق اقل من مستواك بكتير وتكسب. انت حتى ما فكرتش تخليهم للحلم الاولمبي مثلا هات المنتخب الاولمبي يلعبهم، ما هيلعب وقول عليه الفريق الاول، لا يلعب في محل الفريق الاول وقول عليه الفريق الاول بجهازه وحط معاه الخمسه سته الدوليين اللي الاجنده تسمح لهم لان كده كده الانديه بتاعتهم هتسيبهم لان اجنده رسميه. مش كده بالظبط، تبقى استغلت الحسنين يا اخي، منتخب الحلم الاولمبي وفي نفس الوقت مسمينه المنتخب الاول، وفي نفس الوقت الاولمبي لما يسافر ويبقى عنده دوره اولمبيه ما هيحتاج ثلاثه من الفريق الاول. على الاقل كابتن شاور هريم خد خلفيه من البدايه مين ممكن يكون معاه من الثلاثه اللي موجودين في المنتخب الاول. اديك قلتها، لكن أفكار. ربما حد يجي يبحث في هذا الملف يقول لك يا عم بقى عشان شاوي لو كذب يقولوا خليه هو مدير فني. يا عم احنا بنتكلم في اشخاص ولا في بلد؟ والتاني يقول لك الاحسن لو شاوي اتغلب يبقى هو ذنبه ايه؟ يا جماعه نفس الاجابه، احنا بنتكلم في اشخاص ولا في بلد؟ حتى كمان تاجيل البت في وديه مباراه البرازيل، يعني احنا فوجئنا امبارح ان في اصلا عرض لمصر انها تلعب مع البرازيل مباراه وديه في الاجنده الدوليه خلال شهر اكتوبر القادم. تاجيل البت فيه دي فرصه ان التاجيل يلعبوا صعب، ده قرار طلع صعب البلد، قرار صدر زي كده. يعني عارف ان الشياطين المبذرين اخوان الشياطين، المؤجلين اخوان الكويسين، يعني مشيها كده لغايه لما نعرف في ايه. بس انا مدهش من حاجه، الحلقه الاخيره اللي كنت معايا فيها من حوالي اسبوع 10 ايام كنت متفائل، لا حسن نبرة التفاؤل، بس زعلان ان ادوات التفاؤل حضرت ولسه مفيش امارة. يعني ايه؟ لا انت عارف انا هفضل متفائل ليه؟ ان التغيير سهل، اول ما يجي بكرة الصبح حد احنا اللي قلنا ده، هل هو تأليفا، هل هو من روائع بنات افكارنا، ولا بنات افكارنا، ولا اولاد افكارنا، ولا اصحاب افكارنا، ولا عمة افكارنا، ده الطبيعي اللي لازم يتعمل. وبالتالي أنت تحاول الاجتهاد بينما العباد مصممين على نوع متحرك من نفس الصورة. إزاي؟ ما ينفعش، لازم فعلا تصحى الصبح تقول عايزين حالة مختلفة 100%. اوعى تصدق اللي يقولك التغيير واحدة واحدة، اوعى تصدق اللي يقولك هي ما تجيش كده، اوعى تصدق اللي يقولك اصبروا علينا، لا 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 خالص. اللي يقول لنا كده يبقى بس كل الحكايه انه حاطط خطه ممنهجه مؤرخه. يعني يوم كذا هبدا كذا ثم 2 3 5 7 8 لكن ما دون ذلك فيبقى هو مش لاقي حلول بصراحه كده. وده دور الدوله دلوقتي. شايف قرارات الامس كانت قرارات في مجملها فيها قرارات يعني بسيطه وسهله وملهاش علاقه بالتطوير والتغيير ولا لها علاقه باي حاجه الا قرار او اتنين يعني، بس في قرار مميز في مساله القسم الثاني. إيه هو؟ رفض فكرة إن في دورة ترقي أو تغيير شكل القسم الثاني بعد ما كان في توصية قبل كده. ولا مميز ولا أي حاجة، ده كان هيبقى هزل أصلاً إنك تناقش. لو كان حصل أصلاً. طبعاً طبعاً ده هزل اسمه. لكن أنا عايز أقول للناس دي راجعوا الجمعية العمومية، من يصبح له صوت ومن يكون موجود ليفوز بالخدمة لكنه سايلنت زي ما بيقولوا.
الفترة لا استطيع رفع يده بالتصويت. الفترة الجاية اللائحة اللي هتطبق على الاتحاد أو على الكرة المصرية لائحة النظام الأساسي ولا تم إيقافها ويعتمد أو هنشتغل بلائحة الفيفا؟ نحن إن أنا سمعت كذا معلومة في الجزئية دي خلال الساعات الأخيرة. ما نعلمه إن إحنا بنعمل بلائحة الفيفا حاليا يعني تم إيقاف العمل بلائحة الاتحاد. ما نعلمه ما ده اللي سمعته برضه، لان برضه انت بقبل ناس اول ما تقول لها العمل العام هتقفل موبايلاتها هتعمل خاصيه، ودي حاجه غريبه انا اكتب عنها بعد بكره. لا والله بجد، بس بالعكس يمكن ده في اول مره عملوا مؤتمر صحفي وبالامس كان في تصريح او كان في بيان. يا سيدي الفاضل نحن فوجئنا باول امس، وانا حتى يعني دونما اضرار وعشان برضه ابين حسن النوايا قلت من اولها تسريب يا جبلاه. يعني لما افاجئ انا بالصديق وزميل اعلامي طالع يقول ان كابتن محمود الخطيب والسيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيلتقوا انفنتينو عبر وجود رئيس اتحاد دولي مع كبار القاره، يعني ازاي هو عرف وبقيه البلد ما عرفتش؟ يعني ازاي يعني الا ان حد قال له حاجه وما لهاش للتانيين؟ طب معلومه جوه الاتحاد يعني؟ طبعا. امال يعني جت منين يعني؟ جت منين يعني؟ ما اكيد انفنتينو ما قالش لحد اكيد يعني، ده اللي انا متاكد منه. تمام. وبالتالي لان انفنتينو ما بيتكلمش، انفنتينو عنده دولاب عمل. هو ياتي الحكايات باي باي والصور والحاجات اللي هي بيسموها بروتوكوليه يعني. بس تم تحديد متحدث اعلامي الاستاذ اسامه اسماعيل الكاتب الصحفي ومسؤول اداره الاعلام في الاتحاد. لا ما تديناش عند اقصد، لا يعني اقصد يعني انا ماليش دعوه بالمتحدث، انا لا دعوه باللي عنده القرار. فلا قال للمتحدث الاعلامي تحدث بيه ولا كتمه عن الكل. بس فالحكاية كمان ما تبقاش كده يعني، لا هو كل الغلق ولا هو برضو. وأنا برضو مع صيغة أن يكون في أيام للعمل الإعلامي وتوقيتات للخروج في مؤتمرات صحفية، إنما على الجميع على الجميع. إلا أن أنا تلاقيني طلعت على ماسورة وضرب البتاعة دي زي مجلات اللي كنا بنحبها زمان والفانيلا المخططة، وأنا بقى إيه صرفت على المصلحه فعرفت اسرق الخبر. ما دون ذلك اي عنتريه يعني ان انت تفوز بخبر بالشكل ده يعني، اي عنتريه يعني. خاصه لما يبقى معروف ان انت قريب من دائره صنع القرار، وبالتالي دي اشياء برضو ما احبش انها يعني نكمل عليها يعني. نكمل عليها. طيب كنا اتكلمنا قبل كده وفي برضو في اخر حلقه على موضوع ملف تصفيات كاس العالم في البث الفضائي، والمدة الزمنية انتهت، كان آخر ميعاد 21 أغسطس. هل اللجنة المؤقتة في معلوماتك برضه يا أستاذ عصام وافقت على البث الجماعي بالنسبة لتصفيات كأس العالم عن القارة الإفريقية ولا مصر هتسوق فردي؟ مش هترفض، ما هم برضه ما أعلنوش بس يقينا مش هترفض. ما ندخل في البث الجماعي في المشروع المتعلق بالبث الجماعي للقارة الإفريقية كلها؟ ما أنت بتتكلم عن مدة زمنية، هو كان آخر ميعاد 21 أغسطس. ما هو أغسطس ده الشهر الجاي، احنا خلاص ده احنا داخلين على اول سبتمبر يعني. عدى اسبوع يعني. حتى في دي ما فيش معلومه صدرت على فكره، حتى في دي لم يعلنونا يعني باعتبارنا شعب من وجهه نظرهم قصر او حاجه يعني. الملف ده مهم لانه متعلق بحق المواطن في مشاهده مباراه المنتخب في تصفيات كاس العالم. صحيح. هي نظره بعيده شويه بس احنا بنقولها من دلوقتي، لان على حسب الماتشات لسه يعني، الماتشات لسه في شهر مارس 2020. طب بعيده بس بنقولها من دلوقتي عشان الناس تبقى بعيدة عارفه. بعيده ازاي؟ ده انت بتم دلوقتي. هي هي يعني زي اللي حاجي الشقه في مكانها يستلمها بعد كذا سنه، بس هي حلمه، هي امله، هي مخزونه، هي اللي حط فيها مدخراته. هو الازمه الحقيقيه، هو في مجال انك تسوى لنفسك؟ لو سوات جماعي يبقى حاجه بصراحه، ولا في مجال ان هو يسمح لك انك تسوق لنفسك؟ ما هو حسب بقى. فلا هم بيرفعوا السكين من على رقابهم ويقولوا انه لا يوجد مجال وانها تفرض، وفي الحاله دي زينا زي غيرنا. انا لما شفت الورق ما بقتش فاهم هم عايزين يقولوا ده اجبار ولا اختيار. ما ده اللي بقول حضرتك. لكن هل هناك مجال؟ لو هناك مجال بقى نتكلم بقى. وانت عايز تسوق جماعي ليه؟ وانت ما بتعرفش تسوق لوحدك ليه؟ وانت مرات سوقت فردي؟ امال يعني مديرين تسويقات ازاي؟ امال يعني جايب لي لجنه تنميه الموارد ليه؟ لا والتصفيات الاخيره سواها فردي. لجنه المستثمرين ليه؟ امال لجنه العابثين ليه؟ ما هو كلام كتير عايز يتراجع الحقيقه. دونما مراجعه هتخش الامتحان ما عندكش معلومات يعني، فهتجيب نمره النجاح يا هارد لك يا كابتن، وتطلع بملحق 2-3 كده يعني. طيب توقعاتك الدوري في ميعاده ولا هيتم تغيير الموعد؟ اخر كلام الفرق 48 ساعه او 3 ايام على بين الميعاد اللي اعلن وطلب التاجيل، بعد ما كان بيقولوا هنأجل لاكتوبر
ومفترض انه في 19 سبتمبر كان موعد اولي يعني. تمام. اخر كلام سمعته مع اللجنه الموجوده لاداره الاتحاد يعني انهم محتاجين 48 ساعه و3 ايام يعني تاجيل. يبقى يبدا يوم 21 سبتمبر يعني. والسوبر قبلها بيومين برضه. وذاك افضل جدا يعني. والسوبر قبلها بيومين. عادي جدا. يعني بدل ما يكون 15 عشان الارتباطات الافريقيه ممكن يبقى 17. ممكن. وتلعب بعد كده مثلا قول 3 ايام يبقى الدوري يبدا 21 22 مفيش مشكله يعني. انت في حاجه لكل دقيقه يعني. تمام. تقنيه الفيديو لو اتطبقت السنه الجايه شايف، وعلى فكره بالمناسبه كمان عدد الحكام اللي مصرح لهم او واخدين رخصه للعمل على تقنيه الفيديو 4 حكام بس او 5 حكام كعدد اقصى على عدد حسب معلوماتي، فمحتاج لسه تعمل دورات تدريبيه للحكام عندك، الشركه اللي هتتعاقد معاها اللي هتجيب لك الادوات زي ما قيل الرقم 18 مليون جنيه وتطبيق التقنيه في الملاعب. زي ما هتتعاقد مع شركه هتتعاقد مع نفس الشركه. أيوة. او ربما لو ما عندهاش الجزء ده في المكتب الثاني اللي هو جزء التدريبي يبقى في شركه اخرى بتدرب، وفي شركه ثالثه ممكن تجيب لك محترفين والولاد بيتدربوا هم بيديروا مع الاربعه الكواليفايد او الاربعه المؤهلين. ما فيش حاجه صعب. امال احنا عملنا امم افريقيا ازاي؟ هتقول لي بالحكام الافارقه. طب ما الحكام الافارقه دول الاتحاد الافريقي جابهم ازاي؟ بوكيت ماني، اقامه في فنادق، مكافاه. ايه المشكله بقى يبقى عندنا نفس النموذج يعني؟ اذا كره القدم لا تدر هذه الارباح بلاها بقى، ونخلينا في الهواية ونلعب بقى بطولة الجامعات والحاجات دي، المسألة سهلة يعني. تمام. طيب على سياق موضوع التقنية الفيديو خلال الفترة اللي جاية، وممكن يستعينوا بحكام من أوروبا أو حكام من إفريقيا مع الحكام المصريين على مدار البطولة، ما عندناش مشكلة في الجزئية دي، لكن الجزئية الثانية كمان المتعلقة بالتقنية خلال الفترة القادمة، هل في اللجنة نفسها لجنة الحكام ممكن يكون حد ليه دور مع جمال الغندور في إدارة هذا الملف؟ لأن حسب معلوماتي وده كان عرض من يعني دي معلومات من جوه المجلس المؤقت اللي بيدير الجبلية في التوقيت الحالي، المجلس كان عرض على الكابتن سمير عثمان ان هو يكون مسؤول تقنيه الفيديو جوه لجنه الحكام، لكن هو قال لك طالما الكابتن جمال غندور موجود هو يكون المسؤول مسؤوليه كامله، وانا بعتذر عن الاستمرار لان انا ما ينفعش اكون موجود ضمن اللجنه بعد ما كنت رئيس للجنه. دي حاجه ترجع له. لكن هل وجهه نظرك يعني يجي حد يكون مسؤول على دي من جوه مصر او كابتن جمال غندور نفسه، ولا نجيب شركه من بره او حد من بره يكون مسؤول عن الجزئيه دي بس؟ شوف كان في فيلم لطيف قوي روايه عبقريه كده عفوا كان عاملها النجم العظيم رحمه الله عمر الشريف والزعيم عادل امام اللي هو الراجل اللي خلوه شيخ وهو مش شيخ، فكل شويه لهم هو الدين بيقول ايه في مقطع من الفيلم يعني. فانت دلوقتي الناس بره بتعملها ازاي؟ اللي انت هتجيب من عندهم العده والتريننج، بيجيبوا واحد لوحده ولا هو رئيس هو ايه اللي بيديرها، ولا واحد من اللجنه هو اللي بيبعته رئيسنا او بيرشحه رئيس اللجنه او اللجنه كلها؟ لازم نجيب الكتاب، لازم نجيب الكتالوج يا استاذ محمد، مش جزء وجزء يعني. يعني كده احنا ليه عايزين نفتكس يعني؟ انا نفسي افهم ليه عايزين نفتكس. ما تقول لي ليه؟ مش عارف. عشان عايزين نراضي محمد وعصام. يعني وجهه نظرك ما هو انا مش معقول بقى اعمل رشه مناصب كده وخلاص، ما هو كده مش كلام. يعني انا طالما جبت الكابتن جمال غندور كرئيس لجنه هو اللي يشكل، مش بشرط ان انا اقول للرئيس السابق لا خليك انت بقى في تقنيه الفيديو. اما عشان ما يزعلش. لكن انا كمان لما اجيب الكابتن جمال برضه ما اقولوش بس في مرحله التطوير، ما اقولوش بس انت المسؤول وخلصنا. يا كابتن جمال ما تحب تطور تقنيه الفار، قول لي بالله عليك اول حد عملها ازاي؟ كان بيدي واحد من اللجنه ولا كان بيجيب لها حد لوحده من بره؟ بس تمام. لكن انا مش عايز حد يا عمي يفتكس، انا مكتفي ببذل الجهد بس، انا مش عايز حد يالف. وعلى فكره الكوره لا يوجد فيها ابتكارات الا كل يعني عشرات الاعوام، فمحدش يبتكر. نظريات ثابته خاصه في فكره في الاتحادات تحديداً. والاداره في وكذا وما الملعب. لكن في الخطط اهلا بيك. يعني في التكنيك بتاع اللاعبين ده موضوع تاني، ده في التريننج صح. يعني في 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 فعاليات الكره اللعبه مش الكره الاداره، فمين ياتي بتجويد يا استاذ محمد؟ يعني هو ليه احنا بنجلد نفسنا بالشكل ده؟ من سمع عن حد جود؟ التجويد الوحيد اللي حصل في انجلترا ولا يفرض على العالم اللي هو الساعه اللي بتدي للراجل فكره تعدد الخط ولا لا، بس الشريحة الذهبية اللي بتحط في ومع ذلك دي شريحة ذهبية تحتاج فلوس ذهبية، تحتاج إنتاج ذهبي، فكل برغوت عارف كورته يصرف عليها كام.
طيب ده كان جزء متعلق باتحاد الكرة والجبلية والأحداث اللي حدثت خلال الساعات الأخيرة. ننتقل إلى إنجاز وحديث شيق وجميل وفي أرقام رائعة بالنسبة للألعاب الرياضية في مصر والألعاب الفردية والألعاب الجماعية. ومصر مشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في الرباط في المغرب، طبعا العلامة الكاملة في كل الميداليات، مركز أول بفارق عدد كبير جدا من الميداليات عن المركز الثاني جنوب إفريقيا. بالإضافة لده احنا وصلنا ان احنا نجيب ميداليات أكتر ما كانت مصر بتجيب في دورات سابقة. إجمالا بشكل عام، شايف التطور اللي موجود في الاتحادات وفي الألعاب الفردية والألعاب الجماعية اللي بتشارك، وتحديدا كمان في كرة اليد والكرة الطائرة، ان كمان عندي نتيجة منتخب كرة طائرة هقول لك دلوقتي بس دي في بطولة العالم اللي في تونس. يعني هو نص النهائي بس هقول لك نتيجتها، بس عايز اعرف الاول تعليقك على مشاركه مصر في الدوره. عليهم ان يشكروا ناشئي يعني كره اليد وشبابها، يعني هم ادوا الحماس والحافز للكل. والحقيقه واضح ان الاتحادات بتشتغل بجيل من المدربين، سيبك بقى هم من الاهلي والزمالك، لكنه جيل نابه، جيل عاش تجربه كره اليد في 93 وازاي لعبنا بطوله عالم. رحم الله جمال شمس طبعا، ان صح التعبير، رحمه الله، واهب الحياه للعبه دي وصاحب اول انجاز عالمي. ثم كيف استثمرت الدوله المصريه في حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى حينما يصبح شخص عالمي حقيقي وهي الدوره الخامسه له؟ لا، هو يبقى هو صاحب بقى شيخ طريقه في اداره كره اليد، وبالتالي عاد على بلاده. ده اللي احنا بنقوله بقى، شفت الشخصيات الدوليه ازاي انت تستفيد منها، مش بتبقى انت موجود علشان بس تفكر في النتيجه. لكن أهم ما يميز فكرة الشباب الناشئين أولا، أنا آسف، ثم الشباب، أهم ما يميزها عارف أنها تكشف كل العورات. ليه؟ لديك المنجم الأصلي، القاعدة اللي هو تمد إيدك كده دهب مرجان ياقوت، وهم الولاد ناشئين ثم شباب في أقصى تقدير. أول ما بيروحوا مع الكبار إيه اللي بيحصل؟ ينسجم وبيخشوا بقى في البوتقة إذا كان في اتحاد بيدير وبعض الخبرة. لكن بالزبط. الأغلب الأعم بينتهي حلمك عنده في المنافسات الدولية مش القارية. ليه؟ لأن الإدارة لا تعرف شيئا عن العلم والاحتراف الكامل، وبالتالي بتبوظ القاعدة الأساسية اللي برضو لازالت تحتاج تنقيب أكثر، تحتاج خريطة جينية عشان بالمرة يقولوا بالنظر، احنا بالنظر مادام لصالح مصر، تحتاج خريطة جينية جغرافية تلقي الضوء على كل منطقة فيك يا مصر، أهلها من السكان أحسن لعبة يلعبوها إيه. وبالتالي هو ده الاجتهاد، العلم والأكاديمية جنب الخبرات الاحترافية يساوي مصر الدولية بجد يعني. ومن ثم أعتقد أنه الناشئين والشباب بيكشفوا بنتائجهم الدائمة، على فكرة الدائمة، مادام كمان في اتحاد بيجتهد ومدربين على شاكلة مدربينا في كرة اليد الحقيقة، وفي لعبة أخرى الاسكواش يعني، وهو بدأت تظهر في الطايرة وهي أجيال لمست العالمية كمان. والتنس، ولكن التنس بيحتاج المران في الخارج يعني. احنا في نتيجة حققناها في التنس في الرباط أهلتنا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ده خبر لسه سامعه النهارده. ماشي، لكنك لا تقترب من لعب التنس المحترف. لا لسه ما وصلناش. ده اللي أنا بقوله لك، إذا أنت تحتاج خريطة جينية، وبالتالي انت مش بعيد عن اي حاجه. احنا 100 مليون بني ادم، 100 مليون الدوله المصريه في عنوانها مصر الجديده من 2013 بدات تقدم لنا افضل ما يمكن ان يكون من محاولات للتطوير والتغيير، من طرق، من صناعه، من زراعه. 100 مليون صحه، ده مشروع عبقري. يبدا منين 100 مليون صحه ده؟ من الرياضه. الرياضة اللي لازم الاهتمام بها على مستوى الرياضة العامة أو الرياضة للجميع، ومن ثم رياضة الهواء التي تنتهي عند حاجز الاحتراف. طيب أنا معايا نتيجة، يمكن طبعا هي خسارة منتخب مصر للناشئي كرة الطائرة أمام المنتخب الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، لكن الفكرة في حد ذاتها إن احنا وصلنا نصف نهائي. يعني نصف نهائي كاس عالم للكره الطائره ده انجاز طيب جدا طبعًا. يعني بالنسبه لكره الطائره، لان انت بتلعب الطلاينه، والطلاينه يعني لو الزملاء، بس طبعا عشان الوقت هيحكمنا، لو الزملاء جابوا الرانك هتلاقي ايطاليا في حته تانية خالص، ايطاليا والبرازيل وكوبا طبعا في حته تانية خالص، تصنيف عالي جدا. طيب مزبوط. انت شوف انت بتكسر معاهم ازاي يا راجل، ده كلام مهم ونصف نهائي يعني انت طيب خلاص بقولك ده على اعتاب يعني، ده كلام مهم جدا يعني. صح، بقيادة المدير الفني كابتن حسن الحصري، يمكن او على مدار البطوله عامل نتائج متميزه جدا، البطوله بتقام في تونس، نتائج رائعه بالظبط كده. بس الميزه بقى كمان يعني خرجنا من ايطاليا، لكن ميزه نلعب على الميداليه البرونزيه، ممكن نعمل ما هو ده مباراه على الميداليه لاول مره في الكره الطائره. قلته لحضرتك، ده معناه ان المنجم موجود، لكن لا احد يضع البضاعه
فيما تستحقه من فترينات عرض يا صديقي وزميلي العزيز. مظبوط. ليه بقى؟ لأنه نحتاج إلى العلم جانب الاحتراف. لو اللعيبة دي عارف أنه تعرف أن الهاندبول فيها لعيبة محترفين برا وبنات كمان حقيقي. منهم بنت اسمها رحاب جمعة. وبالتالي وكانت حزينه ان منتخب مصر للانسات او في السن المنتخب الاول مش موجود، مفيش ان هي كلاعيبه محترفه ولما جت تقول كده برضه استدعاء. ودي حاجه كانت تزعل رئيس الاتحاد الحقيقه انه طلعها هي اللي غلطانه. لا مش هي اللي غلطانه يا كابتن هشام، لا مش هي. يعني ايه مفيش قاعده بنات يا راجل؟ 100 مليون بني ادم، امال دول بيجوا منين في الولاد؟ ده البنت زي الولد، ما هيش كماله عدد، ادي اماره يعني. وبالتالي زي ما بقول لك احنا محتاجين ناس تعمل على ما قدمته الدولة من إرادة لأول مرة ربما من قرابة 3-4 عقود كاملة. أيه. أن تأتي دولة مش عاوزة تركب على الرياضة، بل هي تقدم للرياضة كل التسهيلات وكل الإمكانيات للتقدم. ده حقيقي، كل التسهيلات وكل عايز الإمكانيات. عايز تاني بقى، عايز تاني بقى. بنية تحتية اتطورت بشكل كبير جدا، صرف على الرياضة دون فرض كما كان يحدث في السابق لمين يلعب ومين يدرب وبيحبوا مين ولاد مين ومش عارف إيه والكلام ده. خلاص بقى انت دلوقتي دولة زي كل الدول، زيها مش شبهها. وبالتالي اذا اخترنا مواطنين مؤمنين بده للإدارة محترفين اصلي، لا هنروح نقلة بعيدة قوي يا استاذ محمد، نقلة بعيدة قوي صدقني يعني. طيب انا عايز اقول نتائج المنتخب الطايرة برضه عشان الناس تبقى عارفة نتائجهم. منتخب ناشئ الطايرة نجح في التأهل الى الدور نصف النهائي بالفوز على بيلاروسيا بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، يعني فوزنا على بيلاروسيا 3-0 في دور الثمانية. منتخب الناشئ الطايرة أيضا كمان عشان يوصل الدور ربع النهائي كسب نيجيريا بأشواط مقابل لا شيء في دور الـ16. عدد المباريات أو النتائج اللي حققتها مصر في هذه البطولة دي لأول مرة بالنسبة للكرة الطائرة في جميع الـ الأعمار السنية أو في جميع المراحل السنية ما كانتش بتتحقق قبل كده. إن شاء الله بإذن الله هنلعب على الميدالية البرونزية خلال اليومين القادمين بإذن الله، نحقق نتيجة إيجابية تبقى أول ميدالية. تخيل بقى أنت في الكرة الطائرة في مرحلة الناشئين هتاخد ميدالية إن شاء الله في بطولة عالم، في مرحلة كرة اليد أنت في مرحلة الشباب واخد ميدالية برونزية، وفي الناشئين واخد كأس عالم. إن شاء الله بإذن الله كمان لما في مرحلة كرة السلة سيدات خلال الفترة الأخيرة ما كانتش بتوصل للنهائيات بمستوى متميز، لكن آخر بطولة وصلت، ما وصلتش للمراحل النهائية بس ابتدت، يعني سيدات السلة في مصر ابتدت تتواجد شوية في هذه اللعبة. الرجال ابتدوا كانوا موجودين في كأس عالم أخير وابتدوا يكونوا موجودين. إذن احنا شايفين خلال السنوات الأخيرة في تطور في السلة والطايرة واليد. الإنجازات اللي بتحصل في الناشئين والشباب هنبني عليها بإذن الله خلال الـ5 سنوات القادمة لما يوصلوا لمرحلة المنتخب الأول، والبداية بإذن الله هتكون مع كأس العالم لكرة اليد اللي هتنظمه مصر 2021. ده يبقى مهم قوي لينا الحقيقة، وهو يحمل كل الأماني الطيبة في انطلاق اللعبة إلى عالمية حقيقية، عالمية تدوم يعني زي ما بيقولوا، لأن أنت طالع صح وماشي صح، حتى يمكن أن تلمس يعني عنان سماء كرة اليد إن شاء الله، وبالتالي قيس عليها باقي اللعبات، يعني عارف مرة تنقل نقل كامل لواقع سعيد لواقع محترم لواقع محترف، هتلاقي نفسك ماشي صح الصح، مش محتاج بقى خلاص، الموضوع ما بقاش فيه لا مرضاة ولا مراعاة، بقى فيه أن تضع الشيء في مكانه الأصل. الموضوع ما أسهله. نتائج الدورة الإفريقية مقياس لأولمبياد طوكيو ولا بيديك مؤشر لحاجة أفضل بس مش بنفس القياس؟ لا طبعا بيديك مقياس لكن أنا كنت أعمل برضو وبقول للسيد الوزير يعني كان من الأفضل بدل ما بعض المسؤولين يركبوا على نتائج الولاد والمدربين، لماذا لم نسأل هؤلاء الذين خرجوا والولاد فرحونا، وانا مصر الولاد فرحونا اللي هم اللاعبين الاسره المصريه والمدربين اللي هم مننا برضه، ما قلت لهمش هتجيبوا كام ميداليه ليه؟ عشان تبقى عارف البعثه اللي خارجه دي راجعه بميداليه او مش راجعه، لانه ساعتها انت ممكن تسفر حد حتى لو قال لك لا لكن راح مستوى مثلا الخامس مثلا خلاص يبقى انت حاطط قاعده من لغايه الخامس لغايه السادس في بعض الالعاب. لكن ان احنا بعد ما الناس تجتهد وتتعب وكذا نبدا نقول ياللي من البحيره وياللي من اهل الصعيد مصر النهارده، طبعا مصر سطح حديد، طبعا مصر بتتقدم، لكن عايزين نعلم الناس انها هناك ثواب وعقاب، هناك ما هو علم جنبا الى جنب مع الاحتراف. وبالتالي كان يجب ان يكون معلوم لدى الاعلام على الاقل
لماذا خرج هؤلاء، وهل سيعودوا بالذهب والفضة والبرونز أم أن بعضهم يذهب لمرحلة الإعداد، لمرحلة التفكير بمنافسات، لكسب خبرات، ربما زي ما حضرتك قلت استعدادا للدورة الأولمبية نفسها، وهذا يكفي. طيب برضو مقياس للدورة الأولمبية في طوكيو ولا؟ بنسبة. لأن في مستويات قارية وفي مستويات عالمية، خلينا نعترف بده. اللي كان هيبقى يدينا كلام نقدر نقوله بمنطق عشان ما يبقاش احنا بننقد وغيرنا مش من حقه ينقدنا، اللي كان يدينا مقياس لو كانوا ادونا وهم خارجين بيانات واضحه عشان اللاعب ده رقمه كذا والفريق ده ترتيبه. وبمناسبه البيانات والاحصائيات، طبعا يعني افضل ما نتحدث معنا عن البيانات والاحصائيات ومن قلب الحدث من الرباط في المغرب، معنا على الهاتف دكتور طارق الادور لكي يطمننا بقى ويدينا كل المعلومات وعدد الميداليات اللي حققتها البعثه المصريه حتى هذه اللحظه في دورة الألعاب الإفريقية في الرباط بالمغرب. دكتور طارق مساء الخير على حضرتك، وأستاذ عصام شلتوت بيرحب بيك. أهلا بك يا محمد، وأهلا بالأخ العزيز اللي وحشني جدا عصام شلتوت، ومنورين. منور الدنيا. ألف سلامة يا رب، وتحياتنا ليكم كلكم لأنكم بتسعدونا كل في مجال، وربنا يوفقكم. الله يخليك يا أستاذ عصام وربنا يكرم. طبعا النهاردة طمنا بقى يا دكتور طارق. النهارده البعثة المصرية حطمت الرقم القياسي لعدد الميداليات اللي بتجيبه بعثة مصرية في تاريخ دورة الألعاب الأفريقية. تمام. كان أعلى عدد من الميداليات حققها البعثة المصرية قبل كده كان في دورة برازيل الماضية 2015 217 ميدالية. النهارده ما شاء الله وصلنا إلى 223 ميدالية، يعني ضربنا الرقم بكس ميداليات. ممتاز. هذا اليوم هو أعظم يوم لمصر في دورة الألعاب الأفريقية. كل يوم من الأيام الثلاثة الماضية كان بيبقى عدد قياسي من الميداليات يضرب الرقم اللي قبليه. اليوم الثامن كان فيه 10 ميداليات ذهبية، فكان أكثر يوم في عدد الميداليات الذهبية وعدد الميداليات بشكل عام. بالأمس ضرب الرقم بقى 18 ذهبية وبشكل عام 35 ميدالية. النهارده 20 ميداليه ذهبيه هو افضل ايام الدوره في عدد الميداليات الذهبيه. 20 ميداليه ذهبيه في يوم واحد. وصلنا بعدد الميداليات الذهبيه الى 79 ميداليه ذهبيه، 85 ميداليه فضيه، و59 ميداليه برونزيه، وبفارق 40 ميداليه عن الملاحق لينا من اول ما ابتدت الدوره. كانت جنوب افريقيا هي الملاحقه لينا بعدد الميداليات. النهارده نيجيريا هي اللي سبقت، ونيجيريا بقت الثاني بفارق 40 ميداليه عن مصر، وبقى المركز الثالث جنوب افريقيا. حقيقه ان البعثه المصريه النهارده مشرفه بكل المقاييس والمعايير، حتى الملاكمه اللي كان ادائها يعني على غير ما يرام في الفتره الاولانيه، النهارده الحقيقه اتحقق في الملاكمه ميداليتين ذهبيتين، وكانت اول ميداليات للملاكمه الحقيقه النهارده، وده يعني احنا انتقدنا الملاكمه بشده في الفتره اللي فاتت لخروج كل اللاعبين المنافسين على الميداليات في الملاكمه، لغايه النهارده عبد الرحمن عبد الجواد ويوسف حافظ عملوا ميداليتين في الملاكمه في وزنين 81 وزائد 91. النهارده يعني كل اللاعبات تألقت، ولكن ياتي في مقدمتها طبعا رفع الاثقال اللي عملت 6 ميداليات ذهبيه، 3 منهم للبطله المتألقه بتاعتنا نجمه يعني رفع الاثقال، وثلاثه برضه حققهم منذ قليل محمد عبد العليم في وزن 91، يعني 6 ميداليات ذهبيه رفع الاثقال، رفعت المجموع الاجمالي لرفع الاثقال الى 18 ميداليه. 18 ميداليه في رفع الاثقال بس. بانطلاق الدوره اللي رفع الاثقال يعمل 30 ميداليه ذهبيه، فاحنا بال 18 دول بقينا 12 ونوصل للرقم اللي انا يعني توقعته باذن الله، هنوصل لرقم 30 ميداليه ذهبيه في رفع الاثقال. طب دكتور طارق، رفع الاثقال تألقت، والريشه الطايره ايضا دوري السيدات تألق خد ميداليه ذهبيه، محمد صفا في التنس فاز بميداليه ذهبيه. الحقيقه النهارده كان عندنا 5 ميداليات في الاجهزه على المستوى الفردي في الضباط، عارفين ان في 10 اجهزه رجال وسيدات، 4 اجهزه سيدات و6 اجهزه رجال، فالنهارده كان في منهم 5 ميداليات كنا بنصنع في اللعب عليهم على الميداليات الذهبيه، فمن اصل الـ5 اجهزه اللي لعب عليهم النهارده خدنا 3 ميداليات
ذهبيه الحقيقه في الزنبار، وده كان انجاز جيد جدا، غير طبعا ما تحقق في باقي اللاعبات اللي يعني تألقت 20 ميداليه ذهبيه النهارده، حاجه عظيمه جدا للبعثه المصريه. ما يتبقى فقط من ارقام قياسيه ممكن البعثه توصل ليها هو اننا نوصل لاكبر عدد من الميداليات الذهبيه في فريق دوري الالعاب الافريقيه. هذا الرقم هو 85 ميداليه ذهبيه، احنا 79 دلوقتي، يعني فاضل لنا 6 ميداليات ذهب ونوصل الى اكبر عدد من الميداليات في تاريخ دوري الالعاب الافريقيه سواء على مستوى الذهب او على مستوى الجنوب. طيب دكتور طارق، مصر شاركت بكم لعبه في الاولمبياد في الالعاب الافريقيه في الرباط؟ وهل في لعبه حتى هذه اللحظه لم تحقق ميداليه، ولا كل الالعاب اللي شاركنا فيها حققنا فيها ميداليات؟ شوف، هو طبعا عدد الرياضيات بشكل عام 405 فرد طبعا ضد التجاريين ورؤساء البعثات والممثلي مصر في الاتحادات الافريقيه وممثلي مصر في الكوجا اللي هي اللجنه المنظمه لدوره الالعاب، لكن عدد اللاعبين فقط 283. تمام. 283 لاعب النهارده برفع الاثقال للست ميداليات الذهب اللي خدناهم وصلت الى 18 ذهبيه، اصبحت رفع الاثقال هي اللاعبه الاكثر تحقيقا للميداليات لمصر سواء الميداليات الذهبيه او مجموع الميداليات بشكل عام. ياتي برضه بعد رفع الاثقال السباحه اللي عملت في 40 ايفنت على 14 ميداليه ذهبيه. ما شاء الله العدد كلها بتحقق ميداليات، كل الاعداد اللي بتشارك فيها مصر حقيقه سواء على مستوى حتى العاب القوى اللي احنا ما كانش لينا فيها قوي عملت ميداليات النهارده. اكيد كبير كويس. المستويات المختلفه سواء في مسابقات الرمي او في مسابقات السرعات عملنا الحقيقه فيها ميداليات النهارده. ريشه الطايره عملت النهارده ميداليات. التايكوندو يا دكتور طارق النهارده متالق في 3 ميداليات ذهبيه. دكتور طارق، حافظه التوازن وفي حركات الارضيه سيدات وفي المتوازي سيدات، كل دي ميداليات اتحققت. النهارده دينا مشرف عملت ميداليه ذهبيه في تنس الطاوله في الفردي السيدات. يعني كل الانجازات اللي اتحققت النهارده على فكره الحقيقه في كل اللعبات، مفيش ولا لعبه مصريه حتى الكانويا والكياك وهي لعبه حديثه اول امس جابت ميداليه برونزيه والنهارده جابوا ميداليه فضيه وبرونزيه، يعني حتى الكانويا والكياك بيحققوا ميداليات بجانب السلاح طبعا اللي تالق النهارده برضو عمل ميداليات. تمام دكتور طارق الادور، انا بشكرك شكرا جزيلا على كم هذه المعلومات واخبار سعيده للبعثه المصريه. نتمنى يا ربي ولو 10% بس منهم في اولمبياد طوكيو تبقى حاجه عظيمه جدا. بشكرك دكتور طارق، واستاذ عصام تعليقك على هذه الارقام المميزه. انا مصر زي ما بقول لك هذه الارقام تؤكد ان العيبه عيبه عدم الاهتمام بادارات محترفه وبالعلم ببساطه شديده. مع اول ملمح للعلم هتلاقي فيه تفوق، لانه الانسان المصري دي طبيعته، ولانه ربنا سبحانه وتعالى وهب هذا الوطن في كل اجزائه على خريطته كامله كل انواع المناخ، وبالتالي يخرج لك من هنا جلد ومن هنا سرعه ومن هنا بوكس ومن هنا تركيز ومن هنا ذكاء ومن هنا موهبه ومن هنا مهاره، وبالتالي 100 مليون بني ادم لازم يطلع منهم حالات اكيد. لكن اين العلم؟ اين الاحتراف؟ لا كمان في نقطه ايجابيه جميله جدا، انت في دوره العاب الافريقيه في العاب دكتور طارق بيقول لك ما كناش متوقعين وما كانش بيتحقق، العاب القوى ورفع الاثقال دايما الالعاب دي في دول افريقيا لما بتروح اولمبياد اصلا سواء في طوكيو او في اتلانتا او الدورات السابقه كانت بتحقق في الالعاب دي ميداليات كتيره، بالذات رفع الاثقال او لا رفع الاثقال احنا على طول اوناش بتاعتنا جامده، هو بس بعض الاضافات انه انت بتزود حجم الممارسين وبالتالي بترفع عدد اللاعبين المشاركين. لكن احنا في العاب القوى لازلنا بعيد، لانه لازال هناك من يؤكد احنا مش بتوع جري 100 متر. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك يا جدع؟ ليه بيقول لك كده؟ في دي ومع ذلك احنا جايبين مش ممكن. ما انا بقول لك مش ممكن يعني، وبالتالي هذا هو ما نحتاجه، وهذا هو ما سنخاطب الدوله، واللي مش هيعمل كده هنشتكيه للدوله، لانه الدوله اعلنت ارادتها، الدوله تريد مصر التي عادت بعنوانها 2013 مصر الجديدة، خش مين تلاقي هذا الوطن. طيب. الموضوع سهل اكيد. طيب. كلمه اخيره اخدها منك متعلقه بالنادي الاهلي، ايه اللي تحب تقوله في اللحظات دي بالنسبه للنادي الاهلي وتحديدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في الملف القادم بالنسبه للجهاز الفني او القادم بالنسبه للمشوار المحلي او المشوار الافريقي؟ جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام من حد، جمهور النادي الاهلي هو حصنه، جمهور النادي الاهلي هو ثروته، كل كبار جمهور الاهلي
ابا عن جد، لانه دي في كل الانديه بيبقى ابا عن جد، لا يمكن الا نادرا انك تكون في اسره حمراء وتخرج عنها او بيضاء وتخرج عنها. وبالتالي كانت دائما الصيحه من التتشي لصالح سليم لكابتن حسن لكابتن خطيب وفي الوسط الكل، يعني انا بقول على محطات عظمى كان الكل بيقول جمهوره وحماه والنادي الاهلي اذا كان هناك من يملكه فهو ملك جمهوره، جمهوره العظيم ده طبعا. لازم يظل على يقينه انه كل حاجه كويسه موجوده وهتحصل. استاذ عصام انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب وللكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام في الفتره يا الجاي. رب يا رب يا رب دعواتك باذن الله الجاي احسن باذن الله. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.